السلام عليكم. مرحبا بكم. بغيت نقول لكم واحد الحاجه بلي انا كنحترم جميع الامهات ديال العالم، ولكن الام المغربيه بالنسبه لي واحد الرمز من رموز العدل والادب، هادشي خاصكم هما اللي تصفقوا عليه. بعض المرات كتلقى شي ام والده اربعه الاولاد وحامله، كتقول لي اربعه الاولاد وحامله، كتقول لك نقلب على البنيه، تي ربعة الولاد وبنية راه ترى كتقلب على داك السيد اللي مزوجة بيه بلا العذاب على الحبس. ولد ربعة الولاد وبنية راه ما ولداش بنية زعما حبا في بنية، يا راه باش شكون كتفرق في الطابلة يتزادوا الحقوق في الطابلة، الحيمة 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 الواحد شوية ديال الحمل بنتي. او تي بنتك عندها 3 شهور غتاكل اللحم راه ما يمكنش. كاس 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 ديال الموناضة وكويس لبنتي، سوبيرة 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 ديال السلو وسويبيرة لبنتي. هادشي فاش كنتي صغيرة وكتلقى مو كتصاوب سلو كتمشي لها لديك الفرص مذهب كتبغي تخشي فمك بحال سينيتي على الانتحار، كتولي عرفتي لما لقيتيش الماء. ومؤخرا ولات واحد الدائره ديال العيالات الكبار اللي قد والده كيخرجوا يترينيو، وهادشي كيعجبني انا، مزيان لونطريمان للناس اللي كبار، ولكن ما نعيقوش في الوقت. مشينا خارج مع السه ديال الصباغه ديال الخدمه كتبان لي 16 مره جيازه واد ديال الكراطه وكلشي. وانا صباح المانا باري باري سان جيرمان ما كترينيش مع السه ديال الصباح، واحد المره راه دايره هزه بنتها وكتجري بها، راه حكيمي ما غايديرهاش هاد. قلت لها شتي شاف الركراكي هادي في الايكيب ناسيونال. ما عرفتش واش واحد القضيه، داركم تقدر يقدر ما كيكون كيكمي فيها حتى شي واحد، ولكن ضروري في كوزينه كتلقاو طفايه. هادي راه بغات تسطيني انا. والمرات كتكون انت ناعس مع الربعه ديال الصباح حتى كتجي عندك امك هزه تليفون كتقول لك شوفوا لي مام كيهضر. انا الوالده ديالي في شكال، واحد النهار جبت لها حوته سلامونه من الاسكا، قلت لها الوالده صوب لي النادي، قالت لك تجي في شي طويجين تضحك. الوالده سلامونه عطا الله ما يدار، قالت لي لا تجي في شي طويجين زويتينات شليضه بالعاشق. الوالده سلامونه بدعي راه 77 الف اكله تقدر ديرها. خرجت من الدار مشيت دار الدويره رجعت قلت لها الوالده ديك سلامونه فين شاده، قالت لي صيفطت للفران. الوالده صيفطت ترجع تحيه للبحر وما تصيفطهاش للفران. مشيت عند الفران، السلام عليكم. عليكم السلام خويا، راه الوالده جابت لكم هاد السلامونه هنايا. قال لي وسعيد وانت راه طالع هاد السلامونه هادي صاحبي، سبحان الله العظيم شوف الديكور كيفاش خويا، راه وقع هاد البروبليم دابا واحد خونا دار لك السلامونه وبقى لي بقى لي واحد فهمتي، بقات واحد الكيلو ديال السرديل هنايا راه كيوقعوا هادشي فران راه عادي. عطيني ديك اللعيبه، مشيت عند خونا اللي دا بحال ما هكا ودخلت عندو للدار السلام عليكم خويا، راه وقع واحد المشكل عند مول الفران دابا راه فهمتي تديتي لي الصلامونه وانا بقى لي كيدوي لي السردين. قول لي وكنقول ما ضاق من الصباح شكال والله الا خربقني. اش ديك الصلامونه ضربت لها العينيه بحال كتبكي شويه، قالت لي ما قلتيش لي هادشي عند مول الحوت غريب. هاد نهار الوالده عطاتني الزران ديال الطاحونه، قلت لها الوالده انا باقي صغير ما قالتش ندي هاد العبره ديال الزرع ديال الطاحونه، قالت لي ديها في بيكالا. قلت لها واخا ندي في بيكالا، شدي ديك عبره ديال الزرع حطيتها بحال ما كجبت تقنبه كرزه الكرزه ديال الدري الصغار، قديت البيكالا شديت ديك خشب حطيتها وتميت غادي بها. عارف الدربة ديالنا ما فيه لا كودرون لا ضص لا والو، كاين التراب شوي ونبدا نسمع شش الدرب الدرب ما خاصو يشوف حتى واحد، ليش كنجمع شديت هذيك زمتها وثاني مشيتها فوق البيكالا ديتها للطاحونة ما طاحتش المرة الجاية، مشيت ديت المطاحونة خديت مع عندو البون ديتو عند الوالدة خشيتو في الزطام هربت. عرفتي في المناطق الجبلية في المناطق الجبلية كتلقى دري عنده عام
هم لابس فوقيه كابابل كيجيب لي كوش ديالو الراس كيشد السنجاب سلوقي ما كيشد السنجاب هادشي في العيد الكبير كيقدروا يعطيو يذبح هادي هنا في هنا في كازا لا كتلقى الدار فيها جوج درجات ورابطين لي رجليه مع الرجل ديال السداري ولا مع المشايه تي السيد كتبه لي مشه كتحرك هو مربوط ما يتسطاش هذا خاصه سبيطار تخيل الدري ساعة هو مربوط حتى كيدخل شي خالة باش كيعرف الصرموطة كي خالي كيصدعهم كيدخلوه لواحد عرفتي داك الشراجم ديالنا كيديروا ليه مخدة وكيسدوا ليه تم فيدرينا كتقول لها خالتي لا راه ما يمكنش كتقول لك لا راه كاين الكرياج راه كاين تابو أميرة تخيل الدري يخرج لهم بحال ماك طايرة اليد ورجل فاش كان هاد البلان هذا هاد المرات كنت تكون غادي للمدرسة لابس مزيان حتى كتسمع شي مرة مضاربة مع ولدك تاجي لهنا تاتا ناري راه شديتك ناكلك السنان تاتا وليدي اجي شدوا لي ونعطيك 40 ريال قلتي وانت لابس مزيان وانت كيدير الدري بعدا قرع وقلش ولابس الجيلي ديال هذوك دوك كيكونوا في القهوة السربايا شورت عتيك مجرتل وهز تيو احمر في الغيس وكابلي عتيك ديك صح سير فاب ما قالت اش لك دا فراس عتيك كتبغي تشد وخاصك تبقى تكالي كيطلع في الحيوط كي تخشى ليه تحت الطونوبيل تولي كنقول ليه صح 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 واخو خالتي اجبدي انا نشدو اجبدي المهم راه ما نكت في الاخر هذا الشيء ما خصكم تعرفوا ما دخلش المدرسة انت باش كتكون داخل الدار لابس صندالة مجلخة عامرة تراب وكنت من داخل بعما كتقول لك امك ايه ايه مسيقة حيد الصندالة باش دخل تو صافي فعلا كنت حيد الصندالة وكنت من داخل كثر من الصندالة شكرا